فالسؤال دكتور، هل هناك مثلا نصيحة للمسلم يبدأ رحلة مع القرآن من اليوم مثلا، وحتى إن شاء الله رمضان القادم؟ بالطبع الشريعة الإسلامية لها حكمة في أنها تحيط الفرائض الغالية بسياج من النوافل والاستعداد النفسي، فلا يدخل الإنسان يقتحم في رمضان هكذا يهجم عليه هجوما فلا يشعر بلذته إلا في آخر يوم أو في آخر أسبوع. يمهد له من الآن بكثرة الصيام وبكثرة القيام وبالحرص على هذا القرآن الذي يهان في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يجد أحد يقف يعني ليدافع عنه دفاعا حقيقيا، باستثناء طبعا الشعوب وهبة الشعوب التي تقام في كل وقت، فهذه تقدر وتحترم ويعني نسمنها دائما عند الشعوب. فالإنسان بحرصه على كتاب الله عز وجل وإكثاره من صيام النوافل في هذا الشهر، شهر الله المحرم الذي تتضاعف فيه الحسنات وتتضاعف فيه أيضا وزر السيئات، فهي أشهر حرم جعلها الله سبحانه وتعالى، حتى العرب قبل الإسلام كانوا يقدرونها ويحترمونها، ولكن في بعض الأوقات كانوا يلعبون بها على حسب أهوائهم وعلى حسب أمزجتهم، فحرمها الله سبحانه وتعالى، حرم الظلم فيها، حرم القتل فيها، وجعل الأجر فيها مضاعفا. فالإنسان يحمي الفريضة الغالية وهي الصيام بهذا السياج من النوافل والسنن، من الصيام ومن القيام ومن الصدقة ومن يعني التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، فإذا دخل في شهر رمضان كان مستعدا وكان متدربا ويستفيد من كل لحظة وكل يوم وكل ليلة في شهر رمضان الكريم.